تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. إذن صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج نفتح الآفاق للتواصل معكم عبر استقبال اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، ما بقول شكاويكم، ولكن كل ما من شأنه أن يطور القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. فهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وفي التنسيق معنا شيماء التناك، وهذه تحيات فريق قسم الإعلام الذين شاركونا في هذا في إعداد هذه الحلقة، وتحيات مخرجكم المتألق دائما فيصل محمد الصفار. إذن باقي 12 يوم مستمعين الكرام على انتهاء المهلة المقررة لانضمام غير المشمولين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي في دبي إلى منظومة الضمان الصحي قبل بدء سريان الغرامات المقررة والمحدد تفعيلها يوم الأول من يناير 2017. وايد أسئلة كانت على موضوع التأمين، وبوسيف بعد ما قصر استقبل دكتور حيدر وجاوبكم، ونحن بعد كذلك إن شاء الله منسوي حلقة خاصة كذلك عن التأمين. فاللي ما أمن أنصحه يروح من الحين يحاول قدر الإمكان أن يأمن، وإذا مداني إن شاء الله في حلقة اليوم لأن عندي ضغط اليوم، إذا مدان أنه ممكن نحن نتكلم على موضوع التأمين بشكل سريع. عموما فقرتنا اليومية نبدأها بأبرز ما تحمله وسائل التواصل الاجتماعي مع الزميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحت الله بالنور سرور أخوي محمود. وايد يسألون عن فقرتك المستمعين، يتريونك. والله زين. يلا تفضلي، شو عندك اليوم؟ بصراحة عندنا أول شيء أحب أبارك لكل الفائزين في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. صراحة أمس السوشيال ميديا ما يتكلم إلا عن الجهات الحكومية الفائزة في هذا البرنامج. غير هذا من نبغى نبدأ شوي بعد برسالتنا اليومية. صراحية هي إن أردت النجاح فعليك أن تبحث عن الفرص في كل عقبة تواجهها، فكن متفائلا إيجابيا وسيصب تركيزك على أفضل الفرص. جميل جدا، هذه هي رسالتنا اليوم. جميل، شو أخبار التأمين؟ التأمين بعدهم يسألون إذا أنا عندي، يسألون أسئلة تفصيلية إذا كان مثلا العامل مسافر بس بعد على إقامتي، فبعض الأسئلة ونحن قاعدين نرد عليهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي. غير هذا في يعني شيء يعني متحمسين عليه من يومين بخصوص الإجازات المرضية وأسعارها في المستشفيات الحكومية. ما أعرف أخوي محمد تقدر تتكلم عن هذا الموضوع في بداية الحلقة لو ما تقولون الموضوع، لأن الكل قاعد يتكلم وهذا قانون صادر، يعني قانون رسمي صادر. صحيح نبغى نعرف الناس أكثر عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. أسمى في عندك أي إضافة ثانية بعد؟ بس ما ينسوا يتابعونا على حساب هيئة الصحة DHA_Dubai. ممتاز، إذن نحن شاكرين لك هذه المداخلة وهذه الرسائل اليومية وهذه الطاقة الإيجابية على الصفحة يا أسماء، وكل التوفيق إن شاء الله. بس أنا بعلق على الموضوع اللي أنت ذكرتيه، موضوع تحصيل الرسوم الخاصة بالتقارير الصحية والشهادات الصحية المتعلقة بالإجازات المرضية. طبعا مستمعين الكرام، هذا قرار مجلس الوزراء رقم 6 لعام 2002 تم تفعيله حاليا في المستشفيات الحكومية والخاصة داخل
داخل أو خارج الدولة. ليش؟ لأن هذه تعدى اللجنة الطبية بناء على تقرير طبي قلنا صادر من هذه المستشفيات يشرح حالة المريض بصفة عامة. أيضا في القرار يعني من هذا الرسم يحصل يعني في جهات تحصل 50 درهم، في جهات 60، في جهات 70 على حسب الدرهم المعرفة أو كم حاطين هم الرسوم. لكن التصديق على الشهادة المرضية من قبل الطبيب أو الإدارة لا، ما يعني القرار قال إن الرسم لا يحصل، اللي يعفون من يتم عفاهم من هذا الرسم هم طلبة المدارس، هم اللي يعفون من رسم الإجازة المرضية. هذا بشكل عام. إذن هذا قرار مجلس الوزراء طرحته الهيئة مؤخرا في المراكز الصحية ومستشفياتها بشكل عام. طبعا مستمعين، في إنجاز جديد لإدارة خدمات الأسنان 2016 استكمالا للبحث الطبي الخاص بتخفيض نسبة التسوس لطلاب المدارس بدبي، والذي كان من ضمنه القيام بتدريب هيئة التمريض بالمدارس للقيام بالدور الوقائي لتعليم الطلاب العناية بصحة الفم والأسنان. طبعا تم اليوم 19 ديسمبر تنويع عن أفضل الممارسات عن طريق إدارة خدمات الطب الأسنان بهيئة الصحة بدبي بالموقع الرسمي للتواصل بين منظمة الصحة العالمية وجامعة مالمو السويدية. ألف مبروك لإدارة الأسنان، هذا خبر توا واصلني طازة، يعني مثل ما يقول خبر عاجل. أيضا مستمعين، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أعلن مساء أمس عن الفائزين في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية. طبعا أكد سموه على مقولة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأنه لا خط للنهاية في سباقنا نحو التميز. إذن بارك سموه في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر الجهات الحكومية الفائزة بفئات الخدمات والمبادرات وفئات قنوات تقديم الخدمة، وثمن كل جهد يهدف لرفعة دبي وتقديم خدمات تسعد المتعاملين. هيئة الصحة بدبي كان لها نصيب من هذا الفوز في مختلف فئات الجائزة، حيث فازت مبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي في فئة أفضل تعاون داخلي لتحسين الخدمة. ومن ضمن الفئات الأفراد فاز الموظف عندنا محمد عمر باكير من هيئة الصحة بدبي عن فئة أفضل مدير مركز اتصال، وعن فئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول فاز تطبيق حياتي لهيئة الصحة بدبي. وأيضا الفريق السماوي لخدمات صحة الأطفال لتقليل نسبة الإصابة بالسمنة حصل على تكريم خاص عن هذه الفئة لجهودهم الاستثنائية للارتقاء بهذه الخدمة على المدى الطويل. ويضم الفريق كل من هيئة الصحة بدبي، بلدية دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنطقة دبي التعليمية، ومجلس دبي الرياضي. وإذا تذكرون يعني سويت حلقتين أنا على هذه المبادرة كذلك، وهذا الفريق استضفنا مجموعة أشخاص من هذا الفريق. فألف مبروك لكل الفائزين، وإن شاء الله بإذن الله تعالى باكر بتكون لنا حلقة خاصة في هذا المجال، منحاول قدر الإمكان أن يعني نضم كل هؤلاء الفائزين ونتعرف على هذه المبادرات والفئات اللي فزنا فيها من خلال هذا التكريم. فألف مبروك. كنا نحاول نتصل بدكتور أحمد بن شلبان لكن للأسف الظاهر أن تعرفون إحنا ما شاء الله الدكاترة عندنا أوقاتهم شوية يعني للأمانة نحصل صعوبة في الحصول عليهم. ليش؟ لأن هم عندهم، وأنا يعني أيد هذا الشيء، أن أولوية العلاج المريض هي أولوية عندهم، فعشان شيء شوية نحصل صعوبة في التواصل معهم. لكن الله يعينهم، والله يعينهم علينا تبون الصدق ويعيننا عليهم. عموما قبل أطلع فاصل مستمعينا، بس في بعض المسجات كانت تتحدث عن التأمين الصحي، وين ممكن نسوي التأمين. بقول لكم أسامي الشركات اللي المرخصة من هيئة الصحة بدبي للباقة الأساسية. هي الشركات كلها مرخصة، أي حد يسوي تأمين كل الشركات، لكن في باقة أساسية للهيئة اتفقت فيها مع هذه الشركات اللي تبتدي من 550 درهم للشخص، هي أكسا الخليج للتأمين، تكافل الإمارات،
دار التكافل، أورينت للتأمين، شركة رأس الخيمة للتأمين، شركة ضمان للتأمين الصحي، شركة عمان للتأمين، ومت لايف والشركة الوطنية للتأمين. يمكن الحصول على التأمين من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر الاتصال بهذه الشركات من خلال مراكز مبيعات الشركات، والبيانات المطلوبة يا جماعة الخير يعني المستندات المطلوبة: صورة الجواز، صورة تأشيرة الإقامة للعامل، صورة الهوية، وصورة شخصية واحدة. اللي حاب ياخذ معلومات أكثر ممكن يزور موقع منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي اللي هي www.isad اللي هي ishd.ae، أو اتصلوا على 800-342. فاصل مستمعينا، بعد الفاصل عندنا إنجاز آخر تحقق ما نتعرف عليه، فابقوا معنا. الدكتور معانا، دكتور أحمد، صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير، يا حياك الله. يا هلا، انا طلعت فاصل قال لي خذ الدكتور احمد، قلت له هلا ومرحبا، ايش حالك يا دكتور؟ طيب الحمد لله. دكتور احمد بن كلمان، مدير التنفيذي لقطاع خدمات ومستشفيات فئه الصحه بدبي. انا عندي تقريبا الحين دقيقتين، لكن دكتور انا ابغي اخذ كلمه عامه بهذه يعني كتهنئه للفائزين معانا من خلال الفئات المختلفة في جوائز البارحة اللي كانت خاصة بسمو الشيخ حمدان بن محمد في سباق التميز. نعم، الحمد لله رب العالمين. نحن اليوم يعني في سعادة غامرة بفوز الهيئة بمجموعة من الإنجازات والجوائز في برنامج الشيخ حمدان بن محمد للحكومة الذكية، من ضمنها المشروع المشترك الداخلي، وكان الحمد لله يعني مشروع مشترك بين مستشفى دبي ومستشفى راشد في العيادات المتخصصة لأمراض الأورام للجهاز الهضمي. صحيح. وحقق ما شاء الله يعني بعد كبير في مؤشر السعادة، ووفر ما شاء الله يعني على المرضى زيارات المختلفة للعيادات التخصصية. فالأطباء في عيادة واحدة يقدرون يشوفون المريض في نفس اليوم، دكتور الجهاز الهضمي، دكتور الجراحة، دكتور الأورام، يطلعون على ملف المريض بوجود المريض ويشتركون معاه في خطة العمل، الخطة العلاجية. فوفروا على المريض أكثر من عيادة. صحيح، وأكثر من يوم، هذا يعطي كذا وهذا يعطي يوم ثاني وهذاك يوم بعد أسبوع، ويعني لا ما شاء الله هم نزلوها من 100 أكثر من 100 يوم، ممكن نقول حدود 120 يوم إلى حدود 20 يوم. يعني خلال العشرين يوم مر على ثلاث تخصصات، عمل التحاليل والفحوصات وسواء MRI وغيره، عمل العمليات، وبدأ يأخذ العلاج سواء كيماوي أو الأشياء الإشعاعية. يعني اختصروا على المريض 100 يوم دكتور، أكثر من 100 يوم. أكثر من 100 يوم ما شاء الله، وحقق رضا عالي جدا، وخدمة الحمد لله طبية متميزة بأعلى المعايير الدولية، ويحطونه يعني على الخط العلاج بأسرع ما يكون. جميل. في هذه الحالات الوقت الزمن هو يعني سلاح قاتل للمريض. جميل دكتور. نحن نبدأ. دكتور أنا الفترة الأخيرة ما شاء الله تبارك الرحمن الهيئة من إنجاز إلى آخر، من اعتمادات، من يعني جوائز تحصد الهيئة في الفترة الأخيرة. أنا بتكلم عن البيئة العامة، بيئة الإبداع التحفيزية في الهيئة بشكل عام دكتور. نعم، يعني هذه الحمد لله هذه من توجيهات الشيخ محمد الله يحفظه، وبعدين الشيخ حمدان بن محمد، ورؤية معالي أحمد القطامي لهيئة الصحة. صحيح. والاستراتيجية دعم الفرق والقطاعات، التشجيع المستمر على الابتكار والتميز، فخلق بيئة مشجعة الحمد لله لكل الطواقم الطبية والتمريضية الإدارية أن يحطون نوع يعني من أهداف استراتيجية، تشكيل الفرق المختلفة، زرع الثقة في الكوادر الطبية أنهم يبدعون ويطلعون أحسن ما عندهم. فالحمد لله يعني الفترة الأخيرة كل الناس تشارك وتتميز وتشترك يعني في مبادرات لإنجازات إن شاء الله ترد
بالخير للهيئة وللمرضى إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. دكتور الله، أنا عديت وقت الفاصل وقلت لنا أخذك وناخذ كلمة معاك في هذا المجال، فنحن شاكرين لك هذه المداخلة. والله يوفقكم وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز. شكرا جزيلا لك دكتور. الله يوفق الجميع. شكرا. كان معنا الدكتور أحمد بن كلبان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي. عموما مستمعنا، بعد الفاصل عندنا إنجازات جديدة سوف نتحدث عنها، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام مرة ثانية، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. طبعا معظم الأسئلة اللي أتيني على المسجات يعني على موضوع التأمين، حد يسأل صباح الخير ممكن الشخص يأمن في جمعية محيصنة التعاونية أم حمد إذا في شركة تأمين، وأعتقد هنالك شركة تأمين ما أبغى أقول اسمها، ممكن تأمن هناك. صورة من عقد العمل للعامل وصورة شخصية للعامل وصورة الجواز مع الإقامة وصورة بطاقة الهوية للعامل وصورة الجواز الكفيل وصورة عن البطاقة، هي كاتبين البطالة بطاقة الهوية للكفيل. إذن مستمعينا ما نتكلم الآن عن موضوع جميل، هو موضوع يعني كان نتحدث عن الإنجازات اللي تحققت في هيئة الصحة في قبل الفاصل مع الدكتور أحمد بن كلبان. الحين قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد حقق إنجاز جديد بحصوله على اعتماد عالمي كمركز متخصص للعلاج والاستشفاء، ليكون ضمن المراكز العالمية المتقدمة في هذا المجال، وبما يعزز من سمعة ومكانة إمارة دبي العالمية كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية. طبعا نحن نتحدث عن هذا الإنجاز بشكل مفصل مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد محمد خصواني، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي مستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير مستمعين جميعا. دكتور قبل ندخل في التفاصيل، إذا تسمح لي أخذ هذه المداخلة من بو أحمد. ألو ألو بو راشد. يا هلا بو راشد. نعم تفضل يا سيدي. مرحبا الشيخ. هلا كيف حالكم؟ الله يسلمك. تفضل يا سيدي. يا أخوي طال عمرك بخصوص من شان التأمين. نعم. أنا أكلمك من مدينة حتى. نعم. في ناس طال عمرك شواب، في ناس عجزة مرضى عندهم خدامات، هذيل كيف يقدرون يجون يمنون هنا في دبي؟ ليش ما يا أخوي الشركات ذيل تفتح مكتب هناك؟ نعم. والجماعة الناس بيصير تمن الحين إذا أخذ تكسب يأخذ ب400 و300 درهم. صادق صادق. وبتم يحوط بيقدر وبسب بلاش. براشد لك وعد. نعم. مني أنا بكلم الحين بعد الحلقة على طول دكتور حيدر. إنزين. نعم. اللي تفضلت فيه كلام سليم. أبى أتأكد أول إذا ما في مكاتب هناك للتأمين ولا لا، هذا واحد. اثنين إذا نعم. ما في بطلب منه إن دكتور ما يستوي هذا الكلام، لازم توفرون للجماعة اللي فيه حتى يتوفروا لهم شركات التأمين يكونوا موجودين هناك. طيب عمرك أنا متأكد إن ما موجود ذي. خلاص تم. إذا ما إذا أنت متأكد الشيء الثاني. ايه؟ نعم. إذا أنت متأكد خلاص تم إن شاء الله. هذا الموضوع ما نرفعه حق. أنا أمس حط مكان وصرنا شلبة وصرنا الريرة ما حصل. صادق براشد صادق. خلاص. والشيء الثاني بعد في موضوع ثاني اسمح لي شوية. تفضل. عشان موضوع دكتور مال كلى. نعم. في ناس تدلهم ناس يراجعون مستشفى دبي. ايه؟ مستشفى دبي يعني مثلا الشهرين والثلاثة في أنا من ضمنهم زوجتي عندها الكلى. صح. وتسوي غسيل اسبوعيا على ما غسيل لكن مراجعات عندها مضاعفات في الكلى وفي ناس نعم. وايدين غير زوجتي انا نعم. فنفس الشيء بعد نحتاج لين دكتور مثلا في الشهر او الشهرين يجي مره واحده عشان يشوف الجماعه ذي الناس المرضى عندهم الكلى. ثاني حاجه دكتور ما المسالك نفس الطريقه يعني في مستشفى حتى. الحمد لله متوفر بس الثلاث الحاجات ذي ما موجوده. حاضر شيء مسجلي لي رقم براشد والملاحظات الثلاثه اللي قالها زين وفالك طيب براشد تسلم. ولا الحمد لله كل شيء الحمد لله خير كل شيء موجود. اللهم لك الحمد. اللهم دكتور مال كلى ودكتور مال المسالك والتامين ذا عشان ما ينتهي التامين وبعدين يغرموا الجماعة ذي. حاضرين يا أبو راشد جزاك الله خير. شكرا. الله يبارك. شكرا. جزاك الله خير ما قصرت. طيب
دكتور أحمد محمد أخصائي جهاز الهضمي مستشفى راشد، نحن أول شيء نبارك لكم هذا الإنجاز الجديد، وهذا الشيء أيضا قلنا يعني الفترة الأخيرة ليس بغريب على هيئة الصحة، لأن الهيئة تمتلك من الكفاءات والخبرات الطبية القادرة على مواكبة التطورات العالمية بشكل عام في مختلف التخصصات الطبية. أولا دكتور خلنا نتحدث عن هذا الإنجاز بشكل عام، شو اللي يعني حصولكم على اعتماد عالمي كمركز متخصص للعلاج والاستشفاء؟ صباح الخير طبعا لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا كلنا سعيدين في مشفى راشد وفي الهيئة بشكل عام، وخاصة في قسم جهاز الهضمي في مشفى راشد بالحصول على هذا الإنجاز. حقيقة في السنوات الأخيرة مركزنا مركز أمراض الأمعاء الالتهابية افتتح في 2014. طبعا بملاحظة الفترات الأخيرة السنوات الخمس الأخيرة كان في عنا قسم كبير من سكان الدولة وخاصة المواطنين عندهم ما يسمى أمراض الأمعاء الالتهابية، هي داء كولون والتهاب كولون تقرحي، وبالتالي افتتحنا هذا المركز لتجميع أكبر عدد ممكن من المرضى لتقديم أفضل الخدمات. طبعا جاء افتتاح المركز بتوجيهات من القيادة الحكيمة للحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمرضى في الدولة. طبعا الشركة البريطانية المعتمدة الكي بي ام جي عادة التراخيص اللي تعطيها لمراكز قليلة جدا حول العالم، لازم يكون طبعا فيه شروط معينة للتحقيق، الحجم المرضى، الحجم العمل، الطاقم الطبي، تراخيص الكفاءات الطبية، الأدوية المتوافرة، مكان المشفى، الأدوية التي تعطى عن طريق الوريد. فلله الحمد بعد زيارة وتحقيق ظل فترة طويلة تقريبا حصلنا على هذا الترخيص، اللي هو تقريبا مراكز قليلة في العالم حصلت عليها، خاصة في فرنسا، بريطانيا، بلجيكا وكندا. وبالتالي أظن هذا الإنجاز هو ثمرة متكاملة، بدءا من التوجيهات للقيادة الحكيمة بناء بالتنفيذ المخلص من قبل الطاقم الطبي، وخاصة أن رئيس القسم دكتور سمير العوضي كان حريص جدا على الحصول على مركز IBD بأفضل المواصفات العالمية. جميل، ودكتور سمير العوضي أصلا من الأسماء القوية في هذا المجال. دكتور خلنا نتكلم عن مدة هذا الاعتماد، كم سنة؟ مدة هذا الاعتماد صراحة هو يعطى لسنوات متكررة، عادة يعطى لمدة سنتين ثم يعد تجديد. عادة إذا حصل أي مركز على الترخيص لأول مرة فهو عادة يعطى بشكل روتيني، لأن الحصول عليه لأول مرة هو صعوبة في الحصول عليه أول مرة. فإحنا إن شاء الله طبعا حسب توجيهات قيادتنا وإدارة هيئة الصحة في دبي نحن حتى عم نحاول نطور أكثر من ما إحنا فيه. ممتاز. طيب دكتور طارق التطوير، نتحدث عن الخدمات اللي أنتوا تقدمونها بشكل عام في قسم الجهاز الهضمي مستشفى راشد، وشو الأشياء اللي تطورت في هذا المجال؟ طبعا قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد هو القسم الأكبر على مستوى إمارة دبي في المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي. عندنا قسم تنظير كبير يتألف من 5 غرف تنظير، عندنا عيادات على مدى الأسبوع للمواطنين والمقيمين، عندنا عيادات متخصصة، عيادة الأمراض الIBD اللي هي أمراض الأمعاء الالتهابية، وعيادة أمراض الكبد. العيادات والخدمات حتى على مستوى 24 ساعة، عندنا قسم patients المرضى المقبولين في المشفى، قسم كبير العمل على مستوى 24 ساعة، وبالتالي كل مشافي خدمات إدارة الخدمات دبي هيلث أوثوريتي هي الجهاز. احنا قسم الجهاز الهضمي هو القسم الأكبر والأهم على مستوى إمارة دبي في هذا الموضوع. طيب دكتور على هذا الطاري، يعني قسم جهاز الهضمي مستشفى راشد يشارك في العديد من المؤتمرات الطبية المحلية العالمية من خلال النقل الحي والمباشر لبعض العمليات الدقيقة، كان آخرها يعني في عملية في أبوظبي، ووركشوب في أبوظبي. الآن أنا يعني نبدأ هذه الأمور كلها، ليش يتم اختيار قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد بالذات لنقل مثل هذه العمليات؟ هل لأن الأطباء أكفاء؟ هل القسم متطور؟ الأجهزة الطبية؟ ولا ما في منافسين يعني أماكن ثانية؟ صراحة طبعا سؤال جميل، شكرا لك لتوجيه هذا السؤال. في الفترة الأخيرة حضرتك عم تحكي عن ورشة العمل ورشوب اللي تمت، طبعا تم نقل التنظير حي من مشفى راشد إلى أبوظبي إلى أكبر مؤتمر عالمي على مستوى المنطقة بين الجمعية الإماراتية لأمراض الهضم والجمعية العالمية للتنظير. فنفسهم كانت الإدارة المؤتمر بحثوا عن مشافي على مستوى الدولة، وحاول حتى البحث عن مشفى في أبو ظبي حتى يكون النقل قريب من مكان المؤتمر، لكن في النهاية اعتمدوا مشفى راشد طبعا بسبب هذا، طبعا لطف منهم وهذا جهود مخلصة من قسمنا. احنا عندنا خبرة في هذا الموضوع، عندنا طاقم طبي كفؤ، عندنا غرف تنظير كافية، وتعودنا على إجراء هذا النوع من ورشات العمل على مستوى السنوات السابقة.
جميل. وعالميا ايضا تم نقله عالميا جميل. طبعا عالميا تم بيتم التسجيل وينقل الى مؤتمرات مهمه في العالم. جميل جدا. جميل دكتور. انا اوعدك ان شاء الله اخصص يعني فتره في الفتره القادمه موضوع كامل عن الجهاز الهضمي في مستشفى راشد في حلقه خاصه عندنا هني، لكن الوقت يعني ما شاء الله يمشي على السريع معانا، وراشد ما شاء الله اخذ وقت يعني من كمداخله. لكن دكتور احمد محمد خصواني اخصائي امراض الجهاز الهضمي بمستشفى راشد، نحن اول شيء نقول لكم الف مبروك، شاكرين لك وقتك وحضورك معانا، وان شاء الله نشوفك في القريب العاجل دكتور. شكرا جزيلا لاذاعتكم الغالي، نشوفكم على خير. شكرا جزيلا. كان معنا الدكتور احمد محمد اخصائي امراض الجهاز الهضمي في مستشفى راشد. وايضا مستمعينا نحن مستمرين معاكم في انجاز اخر تحقق في مستشفى دبي، فمننتقل من مستشفى راشد لمستشفى دبي، لكن بعد هذا الفاصل القصير. فاصل وسنواصل. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا قبل الفاصل تحدثنا عن إنجاز تحقق في مستشفى راشد، الحين ننتقل لمستشفى دبي، حيث نجح أطباء مستشفى دبي من إنقاذ أم وجنينها من خلال عمليتين، الأولى قسطرة علاجية والثانية عملية جراحية استغرقت 10 ساعات متواصلة، تمكن من خلالها الأطباء من إعادة استبدال الصمام الأورطي للأم التي كانت حامل في الأسبوع 33. طبعا الحديث عن هذه العملية يسر أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور باسل الزمقان استشاري جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير لك وللمستمعين. وأيضا معنا الدكتورة منال يونس أخصائية الخدج قسم العناية المركزة للخدج في مستشفى دبي. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شوية تقربين من المايك دكتورة عشان بس نسمعك بوضوح. أول شيء ما نتكلم عن الحالة هذه دكتور، كيف وصلت إلى المستشفى، كيف التعامل تم التعامل معها مع قسم الطوارئ؟ البداية المريضة كانت خاضعة لعملية قلب مفتوحة قبل تقريبا 15 سنة بالعراق، وكانت مركب لها صمام صناعي للصمام الميترالي والصمام الأورطي. طبعا كما معروف ان المرضى اللي بيخضعوا لهذا النوع من الصمام بيحتاج الى الفارفارين، وهي عبارة عن مادة بتمنع تجلط الدم بالصمامين. لأن المريض طبعا صارت حامل ودخلت المستشفى وكانت تشكو بآلام بالصدر وضيق بالنفس. هذه المادة دكتورة مش مانعين الحوامل أنتوا يأخذون مثل هذه الأدوية وكذا؟ في بعض الأدوية إحنا مانعينها، بس في أدوية تانية ممكن تأخذها مثل الكليكسان اللي هي بتمنع تجلطات الدم. طيب كم عمرها المريضة دكتور؟ عمرها 30 سنة. 30 سنة صغيرة يعني. وحتى بالتعقيب على البرفارين، البرفارين إحنا بننصح عادة بأي مريض بحاجة لتغيير الصمام، سواء كان الميترالي أو الأورتي أو أي صمام ثاني بالقلب، وإذا كانت بسن مبكر وعندها فكرة بالإنجاب مستقبلا نعطيها صمام حيواني حتى نتجنب نعطيها هذا النوع من الأدوية، لأن هذا النوع من الأدوية لو صارت حامل قد يؤدي إلى تشوه الجنين. لأنه طبعا العملية تمت خارج نطاق الدبي هوسبيتال، وكانت معمولة من قبل 15 سنة، والتحصيل حاصل انها صارت حامل، والحين احنا حاليا في مشكلة مع لحل هذا الاشكال. جميل. طيب دكتور يعني العملية عملية القصر للمريضة وهي حامل، هل هي صعبة اصلا اذا واحد يسوي عملية قصر حق واحدة حامل؟ طبعا صعبة من ناحيتين. الناحية الأولى إنها راح تخضع لقلب مفتوح. القلب مفتوح بيعني نعطيها مميعات حتى نحصل على سيولة للدم. هذا بحد ذاته قد يؤدي إلى نزيف في المشيمة عند الأم، وإذا أدى هذا الشيء قد يؤدي إلى فقدان الجنين. فإحنا كنا في معضلة، لتفادي هذا الشيء لازم نجري الإجراء المناسب بحيث نحافظ على حياة الجنين وبنفس الوقت الحفاظ على حياة الأم. طيب دكتور أنت شو
يعني سهاماتكم في هذه العملية وين كانت؟ أيوة، نحن دورنا كان إنه كنا على اتصال مباشر مع دكاترة النسائية والولادة، وكانوا يخبرونا عن حالة الأم أول بأول، حتى نكون نحن على استعداد تام لاستقبال الطفل من ناحية الكادر الطبي الكامل والأجهزة الطبية اللي هي ممكن يحتاجها الطفل. يعني الطفل ما شاء الله الحين طلع طلع. شو حالته؟ فنحن أول ما قالوا لنا أنه حياخدوا الأم على 33 أسبوع وأنه حياخدوها عملية قيصرية طارئة لإنهاء الحامل لها، لأنه هذا كان خطر عليها وعلى الجنين في نفس الوقت. يعني كانت الحالة ممكن نفقد الأم مع الجنين. بالضبط أو الأم أو الجنين أو العكس بالضبط. فكانت الحالة جدا حرجة، ونحن كنا على استعداد تام. ولما أخذوا الأم للعمليات نحن كنا موجودين كادر طبي كامل وأجهزتنا الطبية الحديثة دائما موجودة في غرفة العمليات، وحتى عندنا في القسم العناية المخدج العناية مركز الخداج. فأول ما طلع البيبي طلع كان عنده ضعف شديد في نبضات القلب وحتى في التنفس، فاحتاج إلى إنعاش الطفل وحطيناه على جهاز تنفس صناعي ودخلناه عنا العناية المركزة، وبقي على عناية في العناية المركزة بمدة 10 أيام. طبعا أول يومين كان على تنفس صناعي لأنه كانت المؤشرات الحيوية تبعته كانت ضعيفة شوي، بس هيك الحمد لله بعد هيك صارت تحسنت وصارت كويسة. ولما تحسن البيبي الحمد لله رب العالمين حطيناه نحن على تشلنا من الجهاز التنفس الصناعي، صار البيبي بدنا برضاعة وصار يرضع كويس، وكان وزنه عند الولادة الحمد لله كان 2.5 كيلو. هذا كمان مؤشر كويس كان بالنسبة لنا. وبعد 10 أيام طلعناه بحالة جدا رائعة وطبيعية جدا. 10 ساعات العملية دكتور، شو هي الأقسام اللي اشتركوا معاكم في هذه العملية؟ يعني وقت طويل حاليا تشوف كيف بجراحة القلب المفتوح. أنا ذكرت قبل فترة وإحنا قاعدين بالاستراحة مع دكتورة في عمليات تستغرق 24 ساعة وداف بريك، زي تغيير الشريان الأبهري اللي هو متمزق الديسكشن اللي ناقشنا فيه مرة بحث الحلقات. فهي طبعا للمستمع أو الإنسان المو داخل بتحت القلب بتفاجأ بالشيء هذا، لأن الإنسان أنت بتكون بين حالتين، كل التنشن عليك صلوات متصلون بالضبط تنشن عليك لإنقاذ المريض. صحيح. فما في بريك، يعني either he make it or not، يعني إما أنه الإنسان يعيش أو يموت. فأنت بتكون سبحان الله بعطيك الله القدرة أنك تركز على العملية حتى نهايتها. يعني 10 ساعات بحكم خبرتنا شيء لا يذكر، يعني شيء طبيعي عندنا 24 ساعة مقارنة مع 24 ساعة نعملها. طبعا زي ما تفضل دكتورة ان احنا كان اهم نقطة في بالعملية هو العملية كعملية. النقطة كانت استراتيجية العملية بالضبط، هذا اللي متى نعمل العملية بالضبط وكيف نسوي العملية، لان انت بين قرارين. اذا دخلنا بحالة طارئة وعملنا العملية 100% قد نفقد الطفل او الجنين. اذا سبنا المريضة قد المريضة تفقد الحياة ونستخرج الجنين. فكان القرار الحكيم مع الأخوة الدكاترة وزملائنا بجميع الأقسام إن نحاول قدر الإمكان ننقذ الطفل والأم بالبداية، لكن بغرفة العملية القلب مفتوحة بحيث إحنا نكون إحنا كمان مجهزين كجراحين بنفس معهم بنفس العملية، كنا موجودين بحيث لا قدر الله لو صار أي شيء على الأم أثناء العملية القيصرية تدخل جراحي من ناحيتها حيكون موجود. بإذن الله الحمد لله تمت العملية القيصرية بدون أي مشاكل، وكان الهدف تاعنا أن نأجل العملية قدر الاستطاع يوم يومين 3 أيام، وكان تقريبا التارجت تاعنا تقريبا 48 ساعة. صحيح. 48 ساعة بسبب سببين. السبب الأول إحنا بنعرف لو حطناها على القلب والرئة الصناعية الهارد لانج ماشين راح نعطي مميعات، المميعات هي قد تؤدي إلى نزيف. أنا عامل قبل فترة عملية سيزيريا اللي هي القيصرية، فاحتمال أنه يصير نزيف بالرحم وارد جدا، وإذا تم هذا الشيء فلابد من استئصال الرحم. ناخذ باعتبار أن هذا الأم 30 سنة وقد تفكر بالإنجاب في المستقبل بغض النظر، فلازم إحنا إيش كمان حتى بعد كمان القيصرية كمان عندنا مشكلة ثانية، تجنب النزيف وتجنب أنها تفقد عضو مهم جدا للأم. سبحان الله. فالحمد لله بالنهايه طبعا انه والله معقده جدا الحاله جدا جدا كثير
صحيح. يعني كنا خايفين على الام وعلى الطفل كمان. ايوه وعلى مستقبل. وبعدين وصلنا بالضبط بالضبط وظلوا يستنوا فيها او يعني استنوا الاهل الدكاتره النسائيه والجراحين القلب لحد يوصل الطفل مرحله ممكن احنا لما اذا تدخلنا انه تم انقاذه بشكل كويس يعني. جميل. الحمد لله فانه وصلنا 33 اسبوع هذا انجاز لحاله انجاز طبعا. والحين حالتهم اثنيناتهم جيده ما شاء الله. نحن البيبي تروحنا وبنشوفه بالعياده كل مره يعني. ممتاز. والام طيبه ام طب رائعه جدا طبعا. الام طبعا تعرف انت احنا اضطرت انها تستمر معنا في المستشفى تحت العنايه المركزه بسبب الادويه لازم تاخذها طبعا لمده شهر كامل، لكن هي راحت البيت بحاله سليمه جدا ما شاء الله عليها. ممتاز جدا. طيب دكتور يعني عالميا شو هي نسبه حدوث الجلطات على الصمام الصناعي؟ انت قلت لي مركب الصمام صناعي هلا الصمام اثناء الحمل يعني هذه بالتحديد. هلا شوف اثناء الحمل بالتحديد التجلط قد يكون بغض النظر هو التجلط بحد ذاته الحمل ما بياثر على التجلط. لو حصل تجلط بشكل عام لخمسه تقريبا لخمسه في المية. 1-5% قد يحصل عند أي إنسان. أوكي. وهذا بيحصل بسبب إيش؟ إنك أنت ما بتأخذ الأدوية بشكل سليم أو بشكل متقطع يعني ما تتبع إرشادات الطبية في هذا المجال. أو بالضبط أي. أو بالضبط اللي يكون عندك ما في تجاوب من المريض مع الأدوية يعني. أوكي. هو ما بيهتم فيها. أوكي. بالضبط 5%. طيب الوفيات اللي قد تحدث نتيجة التجلط على الصمام المعدني أصلاً في صمام غير المعدني ممكن واحد. في الحيواني. الحيواني اللي هو من اما من الخنزير او البقره او البقر. أي. بالضبط. هلا طبعا احنا لو انا خيروني كمريض الي طبعا. أي. في العمر هذا ما بحط صمام معدني خاصه بالنساء اللي هم عندهم الرغبه بالانجاب. نعطيهم حيواني حتى لو انه استمر عمره 10 او 15 سنه قد نعملها عملية ثانية. بالضبط. لأنها ما في داعي تأخذ هذه المادة البرفرين اللي قد تؤدي لتشوه بالجنين. بالضبط. حلو. يعني نحن ننصح استخدام الصمامات الحيوانية بدل الصمامات المعدنية في الأعمار. بالضبط. القليلة وخاصة بالنسبة للنساء. النساء. طيب. أيوة. الآن أبغى أتكلم عن الإمكانيات والكفاءات الطبية. كان نتكلم مع الدكتور أحمد قبل الفاصل، كان حدثنا عن قسم الأمراض الجهاز الهضمي والتطور اللي صار فيه. الآن أبغى أتكلم عن قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى. أيوة. البي، وأيضا بنتقل بعدها إلى العناية المركزة للخداج. أيوة. هلا طبعا حتى أدخل بالتقنيات، لما احنا بدأنا بعملية القلب المفتوح بعد اليوم الثاني بعد العملية القيصرية اللي خضعتها اللي أجريت طبعا للمريضة، واجهنا مشكلة معقدة جدا بالصمام. ليش؟ الصمام كان مزروع بطريقة ما نحكي انها في يعني في خطأ طبي، لأنها كانت موضوع بشكل صغير جدا لا يتناسب وعمر المريضة عمرها الحين 30 سنة وزرع الصمام وكان عمرها 15 سنة. وبتعرف انت مع العمر الانسان بيكبر وبيزيد وزنه. صح. فبتصير عملية المس ماتش مع حجم الصمام وحجم المريضة. فاحنا واجهتنا مشكلة بعد ما شلنا الصمام اللي هو المتجلط نزرع صمام اكبر، لانه كان الابهر نفسه صغير جدا. أوكي. لكن بسبب التقنيات الموجودة في دبي، وأنا بحكي لك إياها بصراحة، تقريبا من أفضل التقنيات الموجودة في كل الإمارات أو في الشرق الأوسط وخاصة بالأبهر وجراحة الأبهر. نعم. استطعنا أن نزرع ونوسع الجذور الروت الجذور تاعت الأبهر بحيث كنا نحط صمام أكبر. ممتاز. بالأبهر بحيث حتى تكون لللونج تيرم المستقبل تكون تضخ الدم من القلب للأبهر بيكون بشكل سلس جدا. جميل. دكتور منال أنا بغيت أتكلم عن قسم الخدج في مستشفى دبي. والله إحنا عنا قسم الخدج في مستشفى دبي من أفضل المراكز الطبية في الإمارات، وهي معروفة واضح لسبب إنه دائرة الصحة والخدمات الطبية موفرة كادر طبي رائع على مستوى عالي من الكفاءات، وكمان الأجهزة الطبية الحديثة يعني الموجودة في الأفضل شيء موجودة في عالميا بكون موجود عنا يعني على طول بتجيبه دائرة الصحة، وهذا بشهادة كمان مين بيجونا الدكاترة الزائرين من برا. أنتم سوين شغلة جميلة حتى بالنسبة للحوامل في الطوارئ يدخلون على طول. ما ينتظرون. طبعا 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 خاصة إذا كانت حالة طارئة إحنا على طول بناخدها. يعني هي الحامل إذا دخلت الطوارئ هي حامل
تشوف الدكتور على طول. بغض النظر كانت هي مسجلة عنا بتتابع عنا في المستشفى وما بتتابع كونها انها حامل وجاي بولادة مبكرة او ومريض السكري نفس الشيء، كل شيء طبعا. ممتاز ممتاز جدا. فلا عنا الدائرة صراحة يعني موفرة أجهزة وطاقم جميل. أنا عندي دقيقتين بخصصها لكم، بعطيكم 30 ثانية 30 ثانية، كل واحد يبغي يقول كلمة أخيرة يبغي يوجهها للمستمعين. تفضل دكتور. مستمعين الكرام، بحب أوجه كلمة بصراحة إنه لا يستهينوا بدائرة الصحة دبي، سواء كان دبي هوسبيتال أو راشد أو لطيفة هوسبيتال. الطاقم المتميز الموجود بالدائرة طاقم رائع جدا ومتمكن ومتمرس. الأجهزة الموجودة زي ما تفضل زميلتي قد لا توفر حتى بالقطاع الخاص، إضافة إلى التشخيص السريع جدا، وهذا الشيء الأهم شيء الحافز لنجاح أي عملية وأي علاج. أيضا الاستراتيجية اللي تتبعها الهيئة في طبعاً عملية تشخيص طبعاً الحالات اللي موجودة والطواقم المتكاملة دائما بتتحدث مع بعضها وبتناقش بأي حالة المريض بحيث تتخذ بالنهاية القرار السليم والأنسب للمريض. صحيح دكتورة. طبعا هنا المركز احنا في مستشفى دبي احنا من المراكز جدا رائعة ومتكاملة، وحتى نحن دائما نستقبل حالات من برا، من عن برا يعني بيحولونا حالات صعبة سبب انه عدم توفر الاجهزه الطبيه الحديثه والكادر الطبي المتمرس. جميل. فنحن من افضل المراكز الحمد لله على مستوى الامارات والمستوى الشرق الاوسط. الدكتوره منال يونس اخصائيه الخدج بالعنايه المركزه في مستشفى دبي، وايضا كل الشكر كذلك للدكتور باسل الزمقان استشاري جراحه القلب والصدر والاوعيه الدمويه بمستشفى دبي، شاكرين لكم هذا التواجد. اهلا وسهلا فيك. وايضا مستمعينا يعني انا ابغي كذلك بهذا التعاون وهذا يعني هذه الاستراتيجية الجميلة التي تتبعها هيئة الصحة في دبي في تشخيص المرضى. يعني فوز يعني الفريق المشترك لسرطان الجهاز الهضمي في فئة أفضل تعاون داخلي لتحسين الخدمة، يعني هذا يتجسد في العديد من الحالات اللي يتم علاجها في مستشفيات هيئة الصحة في دبي، وتجسدت في هذه حالة المرأة الثلاثينية العراقية اللي كانت حامل وأيضا عندها في نفس الوقت سووا عملية جراحة القلب. عموما مستمعينا، الهيئة زاخرة بالإنجازات، قاعدين نحتفل بهذه الإنجازات بين يوم وكل يوم عندنا إنجاز، اللهم لك الحمد، والله لا يغير علينا. نتمنى إن شاء الله أن هذه الإنجازات تستمر، ونتمنى كذلك التوفيق لكل العاملين في هيئة الصحة، وأيضا التوفيق لكل والشفاء لكل المرضى الموجودين عندنا في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية. حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع أخرى. تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف من خلف الميكروفون، وفي الإخراج كان معانا محمد الصفار، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.